ما بقعدش لحد التكريم يعني عشان انت الموضوع ده بيتعبك نفسيا. طيب شيماء، انت بتقولي انه لما طول ما انت بتكسبي الناس بتبقى حباكي جدا وبتشجعك، ولما بتخسري طبعا الناس بتبقى اللي هو يعني ازاي تعملي كده، ما ينفعش ما يصحش. بصي هم مش كلهم يعني. مين بقى الاشخاص اللي كانوا بيبقى حواليكي وبتحسي ان هم اللي هو لا يعني مش بيقفوا جنبك او بيأثروا فيكي بشكل سلبي، ومين برضو الناس اللي دعمتك؟ لا بصي، هو اكيد اكيد بابا وماما كانوا في ظهري قوي يعني، سواء كان في خسارة او مكسب يعني. واللود على البيت صعب قوي بالنسبة لو رياضي ورياضي محترف، فالموضوع كان معاهم مجهد قوي، لان هم بيقابلوكي بقى وانت نفسيتك مرتفعة قوي، وبيقابلوكي وانت داون خالص وزعلانة ومتضايقة، فدي كلها بتبقى لود عليهم. فهم كانوا اكتر ناس بصراحة وقفت معايا، بابا وماما واخواتي، اصحابي برضو القريبين كلهم بقوا عارفين ان بيجوا يستقبلوني في المطار. يعني يمكن احيانا ما بيجيش حد يستقبلنا في المطار من الجهات الكبيرة، بس انت بتبقي مبسوطة لما اصحابك واهلك تلاقيهم واقفين مستنينك بورد، مبسوطين الانجاز اللي انت عملتيه. دي بصراحة بتفرق قوي معانا وبتخليكي تكملي بعد كده. فده يمكن اكتر ناس هي بتدعمني. طيب ايه اكتر حاجة تكون شاغله بالك ان انت تعمليها لذوي الهمم، وتخليهم زي ما انت كنت بتعملي في امريكا مثلا لما كنت بتعملي ده مع الاطفال؟ شايفه ان في ايه اكتر حاجه ممكن تتعمل هنا في مصر مع الاطفال؟ اول حاجه ان اهاليهم تصدق ان هو شخص زيه زي اي حد. دي اول حاجه، لان اولياء الامور كتير قوي ما بيبقاش عندهم الفكر ده. فلازم هو يبقى مؤمن من جواه ان انا خلاص ربنا وهبني بحاجه مختلفة عن الآخرين، فأنا لازم إن أنا أدعمها كلها. لازم إن أنا يعني أبقى حاطط انتباهي معاهم، مش إن أنا دلع، لا، إن أنا أكون على طول في الوسطية، لأن في ناس بتدلع قوي قوي فأنت بيطلع لك لاعب ما تقدرش تسيطر عليه. أو ناس بتفضل مخبياهم قوي فأنت ما بتعرفش هم فين. يعني أنا لما جيت أدور على ناس تلعب التنس، انا كنت بنزل المستشفيات وانزل مدارس والاقي اولياء امور تقولي لا اصل مش هينفع يلعب، اصل لا، اصل بيبقى عندهم حاله من الياس وهم مش مدركين ان قد ايه ممكن يكون الياس ده يطلع من وراه قوه كبيره جدا او طاقه كبيره جدا. طبعا، لا خالص يعني، وخصوصا بس يمكن الوضع ده اختلف شويه، وخصوصا بعد ما بقى لينا ظهر سياده الرئيس بصراحه. ويمكن دي حاجه انا لازم اقولها وانا فخوره، لان من يوم ما هو بقى موجود واحنا بقى لينا كينونه. دي حقيقة. يعني دي حقيقة. بقى ليك الناس بقت تعرفك يعني. ما كانش كتير بنبقى متواجدين على الميديا كده. شيماء، علق لنا على الصوره، سياده الرئيس في الصوره، وده كان منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم، ده كان ماراثون السلام، وكان هو شارك معاكم كمان في الماراثون. كان اختيار 25 رياضي، هم افضل 25 رياضي في مصر، وشاركوا، وانا كنت من ضمن المشاركين في منتدى شباب العالم. بصي، هو احساس تاني بصراحه، عارفه يعني ايه ان انت واقفه جنب رئيس الجمهوريه؟ الاحساس ده كبير قوي. وبيشاركوا يعني كمان اللحظات الحلوه يعني، مبسوط معانا وفرحان ولا يعني الموضوع مختلف والله خالص. يعني اتمنى ان هي تتكرر تاني، واتمنى ان انا اكون ليه نفس المكان جنب سياده الرئيس. لا يعني بصراحه يعني كل الشكر ليه والمجهود الرهيب عشان ان احنا نبقى يعني فئة موجودة جوه المجتمع مش مهمشة. بتهيألي يا شيماء دلوقتي بقت معظم الألعاب دلوقتي شاملة ذوي الهمم كلهم، يعني مفيش لعبة مثلا صعبة على حد ممكن يكون عنده إعاقة معينة أو ذو همة معينة، صح؟ طبيعي يعني. يمكن بالنسبة للرياضات كتير قوي هي موجودة، ممكن يكون مش كل الرياضات اللي موجودة في الاتحادات الدولية موجودة في مصر، ودوت مش قصور من مصر، لا خالص. هو دي نقطة، ان انت ما عندكيش الاعاقة اللي تتماشى مع الرياضة دي. لكن احنا هنا دلوقتي بقينا 12 لعبة، زي بعد انا ما كنت بقول لك هما كانوا اربع العاب. ف 12 وانت كمان ماشية في ان انت تدخلي العاب، وفي تطوير كمان في اللعب كتير بشكل يتناسب مع ذوي الهمم. كتير قوي. حلو جدا. طيب شيماء، يمكن التكريمات اللي احنا بنتكلم عليها والصور البديعه اللي احنا شفناها مع سياده الرئيس برضو ده تكريم كبير جدا، كان ايه اقرب تكريم لقلبك واقرب ميداليه او اقرب لقب خدتيه؟ بص، هما ميداليتين يعني، واحده في العاب كو، ودي برونزيه بطوله العالم في 2013. لان ديت هي غاليه على قلبي قوي، لان هي بعد مجهود كبير قوي وبعد وقت الناس ما كانتش مصدقه فيك ان انت هتقدر تجيب الميداليه ديت، وانا اتحديت الموضوع ان انا اثبت لهم لا انا هقدر ان انا اجيب، وتبقى ويمكن هي اخر ميداليه
للبنات في العاب القوى، يعني ما فيش حد جاب ولا ميداليه الى الان في بطوله عالم بعد انا ما جبت. دي حاجه مش بسطاني على فكره، يعني انا اكيد كنت هبقى مبسوطه قوي لو في جيل تاني جه واهتموا اكتر بالبنات في العاب القوى، لكن انا مبسوطه بالميداليه نفسها. الانجاز التاني هو يعني الثلاثه الذهبيه لبطولة الريشة في أفريقيا. في دي مختلفة وحلوة كده وليها ليها ليها عارفة ليها فعلا، يعني أنا حاسس بيكي. يعني عارف كده ثلاثة كانوا بيرنوا في ودني يا رب ما كانش في واحدة رابعة كده في السكة وأنا هناك. يعني فلا مبسوطة أكيد بقى، هيبقى حلم من أحلامي إن أنا إن شاء الله أكون ضمن الناس اللي موجودة في دورة الألعاب البرلمبية في باريس، يعني وأحقق إن أنا أكون أول مصرية وعربية إن شاء الله. أفريقية إن شاء ومصر الله. كلها تيجي تستناك في المطار. يا رب يخليك، يعني أهم حاجة إن هما بس إيه يعني يهتموا شوية، يعني عارف الموضوع برضو في جزء لسه يعني أكيد. وأكيد أكيد سيادة الرئيس مش هيعمل كل حاجة يعني. أيوة. أكيد احنا كمان متفائلين وحاسين يا شمان انت هيبقى ليكي دور كبير جدا في المستقبل، ان انت تشوفي طلباتهم، تشوفي طلبات ذوي الهمم، تطوري من الالعاب، يبقى ليكي مجهودات زي ما دخلتي التنس، اكيد هيبقى ليكي برضو انشطه كتيره جدا، يعني النماذج الايجابيه اللي زيك هي فعلا بتطور من المجتمع طول ما هي عايشه وبتضيف بشكل ايجابي وشكل هايل جدا.